متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم لقاء يكون لقاء مختلف، بحيث أن ربما واحد الفئة كبيرة من الشباب اليوم وخاصة التهري ديال البكالوريا كيشتغلوا على الامتحان، كيشتغلوا على المستقبل ديالهم، وهذا هو الموضوع اللي رائج في الآونة الأخيرة. اليوم معايا أيمن ومعايا ياسين يعني. غنسولهم بزاف ديال الاسئله في اطار الاستعدادات لامتحان البكالوريا، نعرفوا هاد الشباب كيفاش كيوجدوا، وطبعا ما نساوش انهما هما الشباب الغد، ان هاد الشباب هو اللي واقف عليهم المغرب ان شاء الله في المستقبل وفي المستقبل القريب. نتعرفوا على الخطط ديالهم كيفاش يدوزوا من فتره البكالوريا وموراها شنو التوجه اللي غيختاروا. نبداو مع ياسين. ياسين مرحبا. مرحبا بكم، السلام عليكم. ياسين كتوجد لغاك ضروري؟ كاين شي اجتهاد ضروري؟ راه نعم الاخر هذا ضروري خصنا بريباريو ليه ونفرحوا الوالدين ديالنا ان شاء الله. قبل ما نسولك على الباك، واش سبق لك سقطتي من قبل؟ لا الامر سامارش. لا سامارش. شحال جبتي في الدوره ديالك؟ 17 من 7. تبارك الله. الشعبه اللي اختاريتي في الباك؟ سيونس فيزي. علاش بالضبط سيونس فيزي؟ حيت كيعجبني شحال من حاجه فيها و فهمتي، وهي اللي كنشوفها مناسبة ليه. ما تكونش هي السهلة؟ لا ما سهلاش. صح؟ لا واخا. من فوقاش وانت كتعرف؟ شي شهرين دابا وانا كنراجع. تبارك الله. كتراجع مع الدراري ولا بوحدك؟ كل مرة وشنو على حساب. شوف كيكون عندي نص نهار في العشية كنجي بريباري مع صحابي، كنكون في الدار كنبريباري الراس. شدك الخلعة شوية؟ لا شويه وصعبات مره شويه عارف كي تجبد الموضوع ديال الباك صح وشويه كتمشي. ما كيبانلكش ديك الامتحان بحال واحد الجبل كبير وما تقدرش تطلعوا ولا كيبان امتحان عادي زي البوليس ومدرسه جديده وصافي؟ داكشي اللي كيقول لك شنو 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 كتسمع على الامتحان فاش كتسمع البكالوريا؟ كيدوروا بزاف ديال الاشاعات. شنو سمع على البكالوريا اللي عدوز انت؟ الاسم اللي عدوز فيه انت؟ اسمعش من اللغة بغاني حدا وربعة جبوليس في كل قاعة وهادشي اللي سمعته عادي. واخا يكونوا 10 انت مراجع، واخا يكون 12 كاين حتى مشكل. المهم مستعد؟ مستعد. الله يوفق ان شاء الله. عاد تاخذ الباك، انا ما عنديش فيك امل ما عنديش فيك شك عفوا. وخاصه بما انك جبتي 17 ان شاء الله. شنو التوجه مر البكالوريا؟ ان شاء الله بغا ندير الونسيجي ولا للميدسي. شنو هو المجال اللي باغي تدخل فيه ولا المجال اللي كيعجبك؟ طال لك شجبني شحال من حاجه شحال من حاجه. ديتيش عندنا الصحافه؟ اه ديتيش عندنا الصحافه. ما عنديش فكره عليه صراحه. ما كتعجبكش؟ ماشي ما كتعجبك، ما عنديش فكره عليه. شنو المجال اللي كيعجبك وباغي تدخل ان شاء الله؟ كره فيها الفلوس. فيها الفلوس. واخا من بعد نرجع لك نكملوا مع ايمن. ايمن مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. السلام. الله يكبر بك ايمن. هاد العام الباك ان شاء الله. ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. بحال الوداد؟ لا ماشي بحال الوداد، زايده شويه. واخا ايمن شنو التخصص اللي اخترتي في الباك؟ اختاريت سيونس فيزيك. علاش بالضبط؟ حيت كنحس براسي نقدر نعطي في هاد الشعبه هادي وكاين اللي غيعاونك في هاد الشعبه مثلا بحال خوتك عائلتك فهمتش، كاين ان با دو بلوس اللي يقدروا يزيدوا بك القدام. براو. بما انك هضرتي على العائله، واش كاين شي دعم نفسي من طرف العائله كيرجعوا معاك كيعاونوك يرفعوا لك المعنويات؟ كاين اللي كيرفع لك المعنويات، كاين اللي كيهبطهم لك على حسب. كاين اللي كيهبط؟ كاين اللي كيهبط. شموش يا صاحبي؟ اش غندير؟ علاش يهبطوا المعنويات؟ كاين اللي ما كيتيقش فيك، كيخفك يكون فاقد فيك الامال. كيف ما قلت لي من قبل انت جبتي 18 في الدوره الاولى. علاش ما يتيقوش فيك؟ وعلى حسب عاوتاني، كاين اللي ما كيعرفكش كيعرفك من بعيد. كتحاب لي الباك راه شي حاجه صعيبه، ولكن الباك راه اللي خدمتي مزيان راه غيكون غير الخير. كتقرا مزيان؟ لا شويه ما خافش. لا ان شاء الله مربوح. ان شاء الله ان شاء الله. واخا ان شاء الله مورا الباك غتجيبو بدون شك.
شنو التوجه اللي غتختار؟ انا باغي ندير يا لانفورماتيك يا دياغنوستيك. فعلا داكشي ديال الوقت. علاش بالضبط؟ اول حاجه ما نكذبش عليك على الماده على حساب الفلوس ومطلوب في المدينه ولا حتى الا خرجتي برا المغرب الدبلوماسي يعاونوك. عندك فكره الخروج لبرا؟ كدور في بالي الفكره. المهم كدور ضروري. الله يوفقك. ايمن شنو التوقعات ديالك ان شاء الله بالنسبه لنقطه الباك؟ التوقعات ديالي كتروج ما بين باك مونسيون بيان ومونسيون تري بيان. يعني فيها بالتوفيق ان شاء الله. رجعوا للمحيط، واش كاين شي ضغوطات نفسيه؟ وحتى في السوشيال ميديا كنشوفوا بزاف ديال الناس كيخلعوا التلاميذ، انت شنو كيبان لك في هذا الشيء؟ واش مؤثر حتى انت شويه؟ كتاثر بعض المرات، كتاثر بعض المرات، لا على حساب كل واحد وضميره. كاين ضغوطات نفسيه في المدرسه، في الدار، في لونتوغاج اللي داير بك، يعني كتكون ديزا في الزنقه، كيسول كتلقى مع شي واحد شاد الباك كيقول لك باز ليك، كيحطمك فعلا ما عرفت شنو غدوز. هو راه امتحان عادي زايد غير بسميشو بالنقطه السميه. فوالا. شنو هي الرساله اللي توجه للناس اللي كيخلعوا، او الشباب او رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيخلعوا الشباب وكيقولوا لا الباك راه صعيب وكذا وبزاف ديال الحوايج، شنو تقدر تقول؟ اولا كنقول للشباب بلي هذيك راه هضره خاويه، راه الا خدمتي راه ما غتسوقش لديك هضره كامله. وثانيا كندوي مع دوك اللي كيقولوا هاد الهضره للدراري الشباب، راه كتحطمهم وكتخلعوهم وراعي ولادكم وذنبكم على الله. هذاك الشيء اللي خي ايمن باغي تفرح والديك طبعا ضروري ان شاء الله، وموعدينك بشي كادو شي هديه؟ كاين الموعدني ضروري غيوعدوك، كيقول لك تتلباك بهاد النقطه راه نديرو لك شنو عايشري؟ كاين اختي قالت لي نشري لك اي تيليفون بغيتي، شي واريد موطور، اي حاجه بغيت. شيخ زايه. الله يوفقك ايمن. امين. واخا نرجعو عند ياسين نشوفو تقريبا نفس الاجوبه، نفس الاسئله عفوا، ونشوف واش عنده نفس الاجوبه. ياسين شنو التوقعات ديالك للواد؟ ما شاء الله باغي شي نقطه مزيانه اللي تفرح والديا، تفرحهم وياخذوا لي داكشي اللي بغيت صافي. وعدوك بشي حاجه؟ شنو ياخذوا؟ هي التليفون وحشي اللي طاح ليا، هي التليفون اللي بغيت والموطور اللي بغيت. صافي صافي. واش باغي؟ راه داكشي اللي باغي. شي لامبورغيني؟ لا انا داكشي اللي ولد ماكرون. داكشي اللي باغي راه ناخذ ان شاء الله نجيب. ان شاء الله ما يكون على الخير. كاين بزاف ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي عاملين حامله، ما عرفتش ربما كيعتبروها غير ترفيه، ولا ما عرفتش حامله على مولي الباك كيخلعوهم، ولا الباك راه صعيب وكذا، وراه اذا سقطتي غيضحكوا عليك. وفي بعض الاحيان ربما كتجيك فكره انه انت كاع ما دوز الامتحان وتنسحب من الدراسه، شنو تقدر تقول لهاد الناس؟ وانت واش كاين هاد الضغوطات النفسيه عليك؟ انا الصراحه ما كنتسوقش ليهم، كي قالوا كيما قالوا واش داكشي اللي في راسي راه غنديرو. والنصيحه اللي نقول لهم راه كيبقاو يخلعوا في الدراري، وتهما راه دازوا من هاد المرحله، حيت كون ما دازوش محال، هادو ما دازوش ولا دازو راه سقطوا. لا ضروري، حيت فهمتي كيدوزوا من هاد المرحله وكيبقاو يضحكوا على هادوك اللي يلاه غيدوزوا، وكيبقاو يخلعوا فيهم، وراه على حساب الدري عاوتاني اللي كيتخلع من هادشي وكاين اللي ما كيتخلعش. شنو تقدر تقول لهم شي رساله؟ الله يهديكم موسى. الله يغبر لكم الشقه. الله يهديهم موسى، ما تدعيوش عليهم. الله يهديهم موسى. تبارك الله عليك ايمن، والتوفيق ان شاء الله. ما وعدوكش بالزواج؟ باقي شي حال الوقت نتزوج ديك الساعه، ما باقي الحال باقي. ولا حتى من بعد. حتى من بعد. الله يوفق. اللهم امين. إذا متابعينا الأوفياء كما شفتوا كان هذا ياسين اللي تعرفنا عليه وعلى الأحلام والأهداف ديالو، وكيفاش كيستعد البكالوريا، وكذلك أيمن كيفاش كيستعد البكالوريا، الضغوطات النفسية اللي كيواجهوها في هذا المجتمع من الأسرة ومن السوشيال ميديا وبزاف ديال الحوايج. فأنا عندي فيهم أمل بجوج أنهم غياخذوا الباك وبمونسيو. كنتمناو إن شاء الله أنهم اللي ياخذوا الباك ما ينساوناش، على الأقل غير شي غدا شي ياك ياسين. مرحبا بك أيمن. مرحبا. نعود عليكم. تمام. اذا كنتمنوا لهم التوفيق، ما نساوش نحن كمغاربه ندعيو معاهم، لان كما قلت هما الركائز ديال هذه البلاد، هما المستقبل ديال هذه البلاد، ما نساوش ندعيو معاهم بالتوفيق. وقبل ما نختموا ناخذوا منهم كلمه اخيره اللي يقدروا يوجهوها للشعب المغربي. ياسين كلمه اخيره نقدروا نختموا بها الحوار توجهها للشعب المغربي. بعدوا من هذا الشيء ديال اطروا على بنادم
ويفرحوا معاهم ويساعدوهم ويشجعوهم باش ان شاء الله المغرب يزيد قدام ماشي يبقاو يحطموا في البلاد. فعلا يعني كتبغي تقول ان الشباب هما الركائز ديال البلاد كما قلنا، يحاولوا انهم يرفعوا المعنويات ماشي يطيحوا. ضروري ضروري. تبارك الله عليك ياسين، التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. ايمن، كلمه اخيره تقدر توجهها للشعب المغربي. اش غنقول لهم؟ ما يبقاش يحطموا غير ما يبقاش يحطموا في الشباب اللي عندهم الباك، اكثر هي الباك حيت كاين ريجيونال، اكثر هي الباك حيت كتاخذ الباك تحل قدامك افاق. الله يستر الشباب كاملين ديال البلاد. امين يا رب. تبارك الله عليك، التوفيق. اذا متابعينا الاوفياء، هادشي اللي قال ايمن وهادشي اللي قال ياسين كافي، خاتمه كافيه. انا ما نقدر نقول والو، نقدر نقول لكم حاجه واحده من هنا الفيديو اخر، كنقول لكم الى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.